وانتشر القرآن وانتشر الإسلام وخيض به البحار. وأبو العلاء بن الحضرمي يدعو الله تبارك وتعالى أن يجعله يجوز بخيره البحر، فيجوز بخيره البحر ويجعله الله له كجسر. يقول: وخرجنا على الضفة الثانية وما ابتلت لنا خيل، وما ابتلت لنا خيل. وهذا أبو مسلم الخولاني، وروى في الصحيحين عن أبي ذر عبد الله بن الثواب، وكان إذا روى هذا الحديث جث على ركبتيه: يا عبادي إني حرم عن الله عز وجل، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلم. ألقي في النار فجعلها الله عز وجل عليه بردا وسلاما، كما جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. فلما لقيه عمر قال: الحمد لله الذي جمعني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما كان له من المنقبة ما كان لإبراهيم. فهذا الدين بلغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، وليدخلن بيت كل حجر وشجر ووبر بعز عزيز أو بذل ذليل. عز يعز به الله الإسلام وأهله، وذل يذل به الكفر وأهله. وقد حدث، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فبلغ هذا الدين بلاد الصين، وبلغ مجاهيل أفريقيا، وبلغ بلاط الشهداء من أرض فرنسا، بل وبلغ بلاد الأندلس التي هي الآن البرتغال وأسبانيا وجبل طارق وما حولها. وخاض به الصحابة، رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم قلة لكنهم ثلة من هذه الأمة. ولما فتحوا الأندلس كانوا 12,000، ولما انتشرت المنكرات في الأندلس وأخرجوا منها كانوا فقط في غرناطة 1,000,000. القرطبي رحمه الله خرج من الأندلس من قرطبة بعدما دخلت في أيدي الصليبيين، وذهب إلى مصر، ثم قال: إن أهون الناس على الله من عصوا ربهم تبارك وتعالى. أهون الناس على الله من عصوا ربهم تبارك وتعالى. قال: وإني لما رأيت المنكرات قد انتشرت في بلاد قرطبة ولم تجد من ينكرها، ويجلسون إلى بعضهم ليلا يتسامرون وقد كانوا على النهار في المنكرات، فعلمت أن ذلك الملك سينتهي وسيذهب، وقد كان. ولذلك لما دخل المسلمون إلى بلاد الشام ورأوا ما رأوا، ففتحت هذه البلاد، فبكى بعض الصحابة كأبي أيوب وغيرهم رضي الله عن الصحابة أجمعين. قالوا: أو تبكي في ذلك اليوم؟ قال: والله إني أبكي ما أهون الفساق على الله تبارك وتعالى. هذا هو، ليس رحم بينك وبين الله إلا التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.